السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معاكم اي تي اتش واهلا وسهلا بيكم في حلقه النهارده. النهارده معايا شاشه من افضل الشاشات في 2019، ولكن للاسف الفرحه ما تمتش لان الشاشه وصلت فيها عيب مصنعي في خط اسود في نص الشاشه. ولكن انا مش هخلي الموضوع ده ياثر على كلامي عن الشاشه، لان الشاشه فعلا مبهره بكل المواصفات. مواصفات الشاشه الاساسيه 34 بوصه 21:19 الترا وايد كيو اتش دي بكيرف 1900 ار، ريزولوشن 3440 ل 1440، جي سينك 120 هرتز، الريسبونس تايم 5 ملي سكند. ومن احسن المميزات اللي في الشاشه دي انها بتدعم التكنولوجيا بتاعت ال جي بتاعت النانو اي بي اس. دي تكنولوجيا بتديك كولر جاميت اوسع شويه، وعلشان كده الشاشه دي بتديك 135% اس ار جي بي. الوان الشاشه 16.7 مليون لون 8 بت، برايتنس 400، زوايا الرؤيه في الشاشه 178 ل 178، فيها انتي جلير وفيها سفير لايتنج RGB، ودي حلقة نور ورا الشاشة بتعرض ألوان كتير. إعدادات الشاشة بسيطة جدا، بتغير وضعية الجيم مود على أساس الموجود عندك. من الجيم أدجست بتقدر تشغل ميزة الأوفر كلوكينج علشان ترفع سرعة الشاشة ل 1200 هرتز، وتقدر تتحكم في درجة ألوان اللون الأسود وتعلي سرعة الريسبونس تايم لو أنت بتلعب ألعاب سريعة جدا، وغيرها من الإعدادات اللي في جميع الشاشات. زرار الباور والتحكم في الإعدادات تحت الشاشة، وجنبيه بكرة التحكم في حلقة النور اللي ورا الشاشة علشان ترفع الإضاءة تلف البكرة لليمين، وعلشان تخفض الإضاءة تلف البكرة للشمال. والبكرة برضو فيها زرار، كل ضغطة على البكرة بتقدر تغير الألوان بتاعت الشاشة من أحمر، أخضر، سيان، بنفسجي، أبيض ساطع، وأبيض طبيعي، أو تخليه لف تدريجي حوالين الألوان كلها. وعلشان تطفي حلقة النور اللي ورا الشاشة اضغط على البكرة لمدة ثانية. تصميم الشاشة أنيق جدا وبسيط وما بياخدش مساحة كبيرة على الديسك. حواف الشاشة نحيفة لحد ما، تقدر ترفع الشاشة لفوق أو لتحت، تقدر تميلها يمين شمال لفوق أو لتحت. والتوصيلات اللي ورا الشاشة Display Port 1.2 HDMI 1.4 2 USB 3 و1 هيدفون جاك. الملحقات اللي بتيجي مع الشاشة سلك Display Port، سلك HDMI، سلك USB، توصيلة الطاقة. الإضافات الجميلة جدا الموجودة في الشاشة دي هي حلقة النور اللي ورا الشاشة. الألوان مديها شكل جميل جدا وهي ضربة على الحيطة، وكويس انهم عاملين الموضوع ده اختياري ان انت تقدر تقفل النور خالص، لان في ناس بتنزعج من النور اللي ورا الشاشة. بالنسبة لي الـ 2K هو السويت سبوت بتاع اي شاشة كمبيوتر، لان الـ 4K في المقاس الصغير ده ما بيفرقش كتير. 34 بوصة مقاس صغير على الـ 4K. 4K عشان تحس فعلا بال 4K لازم شاشة اكتر من 40 بوصة. اما الفول اتش دي جودته في الزمن الحالي تعتبر مقبولة. غير كده انا شايف ان افضل حاجة هو 2K علشان برضو ما يعملش حمل جديد على كارت الشاشة. الاسبكت ريشيو 21:9 فعلا ممتاز جدا في كل حاجة. تقدر تستخدم برنامجين في نفس الوقت، تقدر توسع على نفسك في برنامج البريمير او اي برنامج تاني، تقدر تشوف الافلام بشاشة كاملة، لان معظم الافلام الاسبكت ريشيو بتاعها 21:9، فبتبقى بكامل الشاشة. في الشاشات العادية بيبقى في بار اسود فوق وبار اسود تحت، وفي الجيمينج بتلاقي معظم الحاجات اللي بتعمل زحمة في الشاشة بتبقى مرمية في اليمين خالص والشمال خالص. عيوب الشاشة مش كتير، ولكن تتلخص كلها في الفيرجن بتاع فري سينك من الشاشة دي، لان الشاشة دي نوعين، فري سينك وجي سينك. ده الفيرجن بتاع جي سينك. الفري سينك بيجي 144 هرتز، ده للأسف بيجي 120 هرتز. الفري سينك بيجي فيه HDR، ده للأسف ما فيهوش HDR. الفري سينك بيجي فيه ريسبونس تايم 1 ملي سكند، دي للأسف 5 ملي سكند، وده يعني مش بطيء، بس 1 ملي سكند بيبقى احسن عشان الموشن بلر. ودي اللي هي العيوب الأساسية الموجودة في الشاشة دي. لو انا هنصحك تاخد الشاشة دي، خدها بس بسعر كويس. لو مثلا لقيتها ب 800 ممكن تاخدها، او خد فيرجن الفري سينك منها، لان فيرجن الفري سينك احسن بكتير جدا. وطبعا زي ما انتم عارفين الفري سينك دلوقتي بقى يشتغل مع كروت نيفيديا. الحاجة الوحيدة اللي الشاشة دي بتتميز بيها عن فيرجن الفري سينك ان دي فيها حلقة النور اللي ورا بتاعت الالوان. الفري سينك فيرجن ما فيهوش حلقة النور ده. تجميعة المواصفات الموجودة في الشاشة دي تخليها فعلا اختيار قوي جدا في 2019. اللعب على الشاشة ممتاز جدا. ميزة الجي سينك مع ال 120 هرتز تديك صورة سلسة جدا في وسط الالعاب، وده طبعا بيبقى ليه اثر كبير انه يرفع من ادائك في اللعب. شاشات النانو اي بي اس جميلة
جدا فعلا، الالوان فيها افضل. انا مش هقول لكم ان انا حاسس فرق بين الوان الشاشه العاديه عن الوان دي، لان العين الانسان مش بتلقط التفاصيل الدقيقه دي، ولكن اللي اقدر اقوله ان الوانها ممتازه جدا. وفي الاخر لو انت حابب تشتري الشاشات دي، هو العيب الوحيد اللي هقوله دايما هو السعر. مع الوقت طبعا الشاشات دي سعرها هيبدا يرخص اكتر واكتر، وهيبقى سهل جدا تجيبها. لو انت هتستنى في شاشات جديده هتنزل من شركه LG، هتنزل في اواخر 2019، فانصحك تستنى. لو ما عندكش مشكله تصبر شويه على الشاشه. في الاخر ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وتتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، ولو عجبك الفيديو تحط لايك، وما عجبكش تحط ديسلايك. واشوفكم في الحلقه اللي جايه.